السلام عليكم حبيباتي، لاباس؟ كي غادي مع رمضان؟ مرحبا بكم في القناة ديالي أميرة في الكوزينة للمبتدئات. كنذكركم بلي أنا غير مبتدئة وكنتعلم معكم. اليوم جاية لكم بواحد الوصفة سهلة وجد صحية اللي فيها الخضر والدجاج، إيديال للفطور ديال رمضان. واحسن حاجه ديال هاد الوصفه انها بلا زيت النباتات، فيها غير شويه ديال زيت الزيتون. قبل ما نخليكم مع الوصفه، ما تنساوش ديروا ابوني، ضغطوا على الجرس، وتخليوا لي تعليقات ديالكم تحت الفيديو. فرشه ممتعه ونتمنى يعجبكم. البذوره اللي غادي نستعملو دنجال، القرعه، مع انا ما كتعجبنيش القرعه، عندي غير شويه الفلفله. تقدروا تستعملوا الفلفله الخضراء ولا الفلفله الحمراء ولا اللي كتعجبكم، والبطاطا. باش نبرامكلا، باش نجمعوا الخليط، غادي نجمعوه بزيت البلديه، اوريغانو، زعتره، الابزار، الحار، الكمون، التحميرة، والملحة، على بركة الله. دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال التقطيع ديال الخضر ديالنا. المهم اخواتي، هنايا قطعنا هنايا الخضره، دابا غنضيفوا عليها الاسبيفياس ولا الملحه، الحار، شويه الحار، شويه ديال التحميره، غير شويه باش ما تجيش مره. شويه الكمون، الابزار، وباش غادي تلصق هاد التوابل اللي درنا، غادي ندير فيها الزيت البلديه اللي غادي تصلح ثاني باش يلصق فيها هاد الخلط. باش نحضروا هاد الخبز، غادي نحكو فيه توم، واحدة ونص على حسب الكمية اللي عندكم، وغادي نضيفو فيه زعتر بطريقكم، وأخيرا غادي نضيفو عليه شوية ديال المعدنوس. دابا غادي نخلطو الخبز ديالنا بهاد الطريقة باش يتجمع كلشي، وغادي نهزو الخضرة وغندوزوها من هنايا بالطريقة. من بعد ما كندوزو الخضرة من هنايا، نصيبوها في البلاكة ديال الفران هالطريقة غادي تكون جد 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 صحية، حيت ما فيهاش تقريبا الزيت، وغادي تجي مقرمشة، ان شاء الله غادي تعجبكم. هي وصفة سهلة
وكتصيب فوق التقصير. المهم اخواتي هذه هي النتيجه الاخيره ديال الخضره ديالنا. دابا غادي نوضعوها في الفران درجه حراره 250 من فوق ومن تحت. حنا ديجا كنا مشعلين على الفران، دونك الفران خاصو يكون سخون باش تدخلوا فيه الخضره وتطيب في ساعه. لتحضير الدجاج غادي نستعملوا 6 طروف ديال الصدر ديال الدجاج، 4 طروس ديال الثوم مقطع رقيق، وغادي نحتاجو المعدنوس، نحتاجو نص ليمونه، نحتاجو الابزار، نحتاجو اوريغانو زعتر، نحتاجو الملحه وزيت الزيتون. باش نطيبو هاد الاكله غادي نشعلو على المقله رقم 9، وغادي نضيفو عليه الزيت ديال الزيتون غير شويه. اولا غادي نحطو نصف ديال الخليط ديالنا في المقله بالطريقه هكذا كتشحر. ملي تبدا تشحر غادي نضيفو عليها الصدر ديال الدجاج بالطريقه. نضيف عليها نصف ديال الخليط ديالنا، من بعد غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه، غادي نعصر عليها النصف ديال الليمونه بهذه الطريقه. وغادي نزيدو عليها الزعتر، أيضا غادي نضيفو عليها الإبزار بالطريقة، وغادي نقلبوها ونشحروها. معايا هي هذا الخليط، غادي نتسناو ونبقاو نقلبو حتى يطيب على خاطرو، وديك الساعه غادي نحطو عليه العافيه ونتسناو الخضره ديالنا تطيب، وديك الساعه غنحطو وتشوفو معايا الريسول تاعو. ايوا اخواتي هذه هي النتيجه كيف ما كتشوفو، كيجي لذيذ وكيشهي والريحه ديالو ما نعاودش لكم. نتمنى تجربوها هذه الوصفه، وهي راه زيت صحيه يعني طبيعي بالزيت ديال الزيتون، وانا متاكده غادي يعجبكم ان شاء الله. وهذه هي النتيجه اخواتي ديال الخضره في الفران، كتشوفوا كيفاش كتجي مقرمشه وناشفه وما فيهاش الزيت كما كتلاحظوا معايا، وعندها مذاق يعني هائل، وتقدروا تاكلوها مع شي صوص كتعجبكم ولا هكاك. حنايا غادي نحطوها مع الدجاج ومع واحد لاصالات باش نفطروا ان شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفات، ونتمنى تجربوها وديروا لنا ابوني وتخليونا كومونتير وديروا لايك. شكرا.